صباح الخير وبرحب بيكم ووعد جديد في بيت الترانيم. الوعد بتاعنا النهاردة إنه الله هيخلق فينا قلب جديد. أيوة قلب جديد. يعني إيه قلب جديد؟ يعني إزاي؟ مش فاهمين. طبيعي جدا إنه قلب جديد معناها إن أنا هشيل حاجة قديمة وحط بدلها حاجة جديدة. بالظبط هو ده اللي الله عايز يخلقه فينا. لو إحنا قرينا في الطب وعرفنا يعني إيه زراعة قلب جديد، نعرف إنه القلب اللي بيتملي بخلايا ميتة وبيحتاج إن هو يتبدل، فبيجي الدكتور يشيله ويحط مكانه قلب نظيف كويس ما فيهوش أي خلايا ميتة. هو ده الوعد اللي الله بيديهولنا النهاردة، إنه هيشيل القلب اللي كله خطايا وكله تعديات على كلمة الله وهيدينا قلب جديد. كلمة قلب جديد هنا معناها إن هو بيقولك أنا بغفر كل الماضي، هشيل كل الحاجات الملوثة في جسدك وفي فكرك وفي تصرفاتك وفي شخصيتك وهديك قلب جديد. كتير من الناس بتتألم، ولما بتتألم بتسأل ليه يا رب المشاكل الكتيرة دي حواليا؟ ليه يا رب في فساد؟ ليه العالم النهاردة بقى عالم فاسد؟ ليه يا رب أنا مخلوق في وسط ناس مش أبرار، مش بيساعدوني إن أنا أكون إنسان بار؟ لكن النهاردة الله بيقولك أنا خلقتك وأنا عارف إن كل خطوات حياتك منقوشة على كفي، كل خطوات حياتك مهمة جدا بالنسبة لي. اوعى تفتكر إنه في أوقات أنت مهم قوي عند ربنا ولما بتغلط وبتعمل حاجات مش كويسة الله بيزعل وبيبعد عنك. بالعكس الله معانا في كل الأوقات. هو متأكد إنه حتى لو بعدت عنه فترة، كون إن أنت تيجي تقول له يا رب أنا مليان خطية وعايز أتجدد وعايز أتطهر وعايز أنضف وعايز أحصل على قلب جديد، هيكون مبسوط جدا وسعيد جدا لأنه هيديك القلب اللي هو وعد بيه. في حزقيال 36 بيقول أعطيهم قلبا واحدا وروحا واحدة. يعني إيه قلبا واحدا وروح واحدة؟ مش مفهومة قوي. كلمة قلبا واحدا وروحا واحدا، الله كان بيكلم الشعب بتاعه، كان بيقول لهم من النهاردة بقى أنا عايزكم كلكم بتتفاعلوا كشعب واحد، كقلب واحد، كإنسان واحد بروح واحدة، عايزكم تتحدوا ضد الشر. في الوقت ده هما كانوا بيتكلموا عن عبادة الأصنام. الله كان بيقول لهم أنا عايزكم تبطلوا تعبدوا الأصنام وتبتدوا ترجعوا لي أنا، عايزكم تعبدوا الإله الحقيقي. عشان كده ربنا قال لهم وأعطيكم قلبا واحدا وروح واحدة. تخيلوا كده لو مجموعة المؤمنين كلها بدأوا يتحدوا مع بعض وبدأوا يفكروا مع بعض بتفكير واحد، يكون كل هدفنا إن إحنا نغير العالم الفاسد دوت ونبتدي نعيش في عالم نظيف نقي. لو كل واحد ابتدى بنفسه، لو كل واحد راجع خطاياه اللي فاتت وقال له يا رب أنا زعلان جدا على حياتي اللي فاتت، قال له يا رب أنا نفسي قوي إن أنا يكون عندي قلب جديد ويكون عندي روح جديدة، لو كلنا اتحدنا بنفس الروح هنحول العالم الفاسد ده لعالم نقي، عالم نظيف جدا، عالم مليان فرح وسرور، مش هيبقى فيه خطية لأنه هيبقى كل واحد فينا فارق معاه إن نقوي أخوه وأخته علشان يكون لينا قلب جديد نقدر نمشي بيه في حياتنا. كل إنسان مننا بيمر بظروف صعبة قوي وبيمر بفترات ألم، لازم يقف ويقول إنه الفترة دي مش فترة عادية في حياتي، الفترة دي الله عايز يعلمني درس من خلال الألم ومن خلال التجربة، ربنا هيعلمني درس. أهم شيء إن أنا أبقى متأكد إن أنا مش في الدرس ده مش هعمل حاجة تأذي اللي حواليا، مش هعمل حاجة تسيء لإلهي، أنا همر بالتجربة بسلام علشان أخد الدرس دوت وأكون سبب بركة للناس اللي حواليا. في حزقيال لما كان بيقول لهم انه انا هديكم قلب واحد وروح واحدة، ده معناه ان هو كان بدأ يسمح للروح بتاعت الله انه يبتدي يعمل في الشعب بتاعه. عشان كده اول حاجة لازم نعملها النهاردة ان احنا نبتدي نفكر في حياتنا اللي فاتت، نبتدي نحزن على الخطايا اللي فاتت، ابتدي اشعر انه في حاجة غلط حصلت وانا مش عايزة استمر فيها. نمرة اتنين، انا لازم اطالب بالتغيير. يعني حياتي اللي فاتت دي أنا مش مبسوط منها، أنا مش موافق إن أنا أكمل فيها ولازم أطالب بالتغيير.
أنا هطلب قلب جديد وهطلب روح جديدة. نمرة ثلاثة، الله هيكون مبسوط جدا إن هو يديك القلب الجديد، لأن هو وعد وقال وأخلق فيكم قلبا جديدا. الله هيكون مبسوط قوي ان هو يديكوا القلب دوت لان هو وعد بيه. اهم حاجة ان انت تكون حزين على الاخطاء اللي فاتت ويكون عندك رغبة في التغيير، وان انت تطلب منه فعلا يا رب انا فارق معايا ان انت تديني قلب جديد، قلب ما فيهوش اي خلايا ميتة، ما فيهوش اي خطايا تتعلق بالماضي، قلب نظيف جديد نقي ما فيهوش غير بس روحك اللي انا همشي وهتبعها باستمرار. أول ترنيمة النهاردة ترنيمة أطفال حلوة قوي، بتقول أنا شفت بستان، طفل صغير بيتكلم بيقول يا رب أنا شفت بستان جميل جدا، البستان ده كان مليان ورد ومليان زهور ومليان حاجات حلوة قوي، في صباح يوم جميل يوم جديد أنا واثق يا رب أنك هتديني قلب جديد، بسمع صوتك يا رب في كل يوم وسبح اسمك. تعالوا مع الأطفال الصغيرين نسبح اسم الله ونرجع نعرف إزاي هنحصل على قلب جديد. أنا شفت بستان قريت قصة حلوة قوي وحابة ان انا اشارككم بيها النهاردة. القصة دي بتحكي عن ولد اسمه عادل. الولد ده عاش في بيت ما فيهوش اب وام، ما كانش عنده اي حد يقول له ايه الصح وايه الغلط. الولد دوت عاش في بيئة وحشة جدا، ولما كان بيروح المدرسة كان دايما بيتعاقب لانه كل افعاله كانت غلط. الولد ده تعب جدا ومر بمرحلة طفولة كانت قاسية جدا، ولأنه للأسف ما كانش في حد يقدر يقول له أنت اللي بتعمله ده غلط، فكان بيستمر فيه لغاية ما جه عليه الوقت واضطرد برا المدرسة، والمدرسين كانوا مستقين منه جدا وما كانوش عايزينه يرجع المدرسة مرة تاني. ولكن
الولد بيقول ان هو لما خرج من المدرسة كان ارض خصبة للشيطان اكتر انه يشتغل في عقله وفي قلبه. والولد بيقول ان هو مش بس كان بيأذي الناس اللي حواليه، ده كان بيأذي اي حد ممكن يأذيه، كان بيسرق اي حاجة ممكن يسرقها لمجرد الرغبة في الانتقام من كل البشر. كان عنده طاقة سيئة جدا جدا جدا، وكان بيدمر كل حاجة ممكن يشوفها، وكان عنده رغبة شديدة جدا انه يكسر كل حاجة حلوة حواليه. الولد ده للأسف لما وصل لسن ان هو لازم يكون ناضج كفاية، كان جواه شر كبير جدا، وكان جواه حزن شديد جدا على اي حد يشوفه حلو ومبسوط وفرحان، وكان بيبقى دايما عنده رغبة ان هو يدمره. عادل بيحكي وبيقول ان هو بسبب افعاله اللي مش كويسة دخل السجن، وقضى وقت صعب جدا جدا في السجن، ولكن لما خرج من السجن كانت أول حاجة كويسة تحصل في حياته أنه اصطدم بدكتور، والدكتور ده أخده في عربيته ووداه الفيلا اللي هو ساكن فيها. والدكتور دوت كان عايش في الفيلا ديت هو ومامته وأخوه، فكانوا الناس اللي عايشين في الفيلا الأم اللي هي الست الأرملة كبيرة في السن وولادها الاتنين اللي هو الدكتور ده واحد منهم، وعادل لما دخل الفيلا ديت أصبح واحد من العيلة دي. الأم بتقول إن هي كانت بتحبه جدا، وإنها أول ما شافته كانت حابة قوي إنه يبقى عندها ثلاث أولاد بدل ولدين. بس عادل لما شاف قد إيه الناس دي حلوة قوي وبتعامله كويس جدا، فرق معاه قوي إنه هو حس إنه هو لا يستحق إنه يكون في وسط العيلة دي. فكذا مرة يقول لهم أنا مش هقدر أعيش معاكم، أنتوا ناس كويسين قوي لكن أنا إنسان شرير. والست كانت ترد عليه وتقول له يا عادل ما تقولش كده، الله بيغفر كل الذنوب، الله بيحبنا كلنا، والله عايز ان انت تتوب وما ترجعش تعمل الغلط اللي انت بتعمله ده تاني، وانك ترجع عن كل فعل غلط انت عملته. عادل بيقول ان هو ما كانش بيصدقها، وكان دايما عنده شعور بان هو غلطان وان هو انسان خاطي وما يستحقش ابدا ان هو يعيش. في يوم من الايام وهما بيتعشوا بالليل، فالدكتور دوت قال له تعالى يا عادل اما فرجك على الفيلا بتاعتنا. وهو بيفرجه على الفيلا جه على البيانو، وكانت في فازة محطوطة شيك جدا وجميلة قوي. فعادل بيقول له الفازة دي شكلها حلو قوي، فالام قالت له دي كانت هدية من جوزي الله يرحمه، وهي صحيح كان تمنها وقتها 5000 جنيه، لكن النهاردة تمنها في عينيا اكتر من كده بكتير قوي. عادل كلمة 5000 جنيه دي يعني سبتت قوي في دماغه، وفكرته بأنه هو معهوش فلوس، وأنه هو عايش يعني عالة على العيلة دي، وكان متضايق قوي. وبعدين روح البيت، روح طلع قطه أسفة، وبعدين قاعد يفكر، والشيطان قاعد يغريه وقاعد يقول له أنه الفازة دي لو بعتها بفلوسها تقدر تعيش كويس قوي، وتقدر تدور على شغل، وتقدر تجيب مكان تاني تقعد فيه، وتسيب المكان اللي انت دايما مش مبسوط منه. الشيطان قاعد يلعب في مخه وقاعد يديله إغراءات كتيرة قوي. وعادل فضل يفكر أسرق ولا ما أسرقش، إزاي أسرق العيلة اللي وقفت جنبي واحتضنتني وأنا طالع من السجن وما عنديش أي مكان أروحه. بس الشيطان كان أقوى، نزل عادل وسرق الفازة ديت. بس للأسف وهو بينط من سور الفيلا كان في ضابط معدي وقبض عليه وأخده تاني على السجن. وعادل كان مستاء جدا 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 وزعلان إزاي هو عمل في نفسه كده مرة تاني. القصة بتقول إنه لما الضابط دوت بلغ الأسرة إنه هو قبض على الحرامي دوت، أول ما سمعت الست الكلام ده عرفت على طول إنه عادل، راحت تبص على قطه، لما ما لقيتهوش في قطه عرفت فعلا انه عادل، فلبست ونزلت مع اولادها الاثنين علشان يروحوا يزوروا عادل في السجن. واول ما دخلت في مكتب الضابط اخذت عادل في حضنها وبسته جامد قوي وقالت له عادل انت وحشتني جدا. فالضابط بص لها كده وقال لها ده حرامي، ده احنا مسكناه ماسك الفازه بتاعتك. قالت له لا، قالت له انا اللي اديته الفازه عشان يصلحها، لكن عادل ده زي ابني بالظبط. في اللحظة دي عادل ما قدرش يتحكم في نفسه وبدأ يبكي، بدأ يبكي جدا لأنه رغم كل قساوة قلبه ورغم أنه هو كان بيعامل العيلة دي بطريقة مش كويسة، العيلة دي كانت بتحبه قوي وبتحافظ عليه. في اليوم ده لما رجعوا البيت عادل بيحكي بيقول أنه هو رفض تماما أنه يبيت في البيت ده مرة تاني، وقعد يشكرهم كتير جدا على أنه هم فعلا كانوا بيسامحوه وبيغفروا له.
والقصة بتنتهي وبتقول انه عادل خرج من البيت ده وقرر انه يكون انسان جديد. ولما خرج راح مكان حلو قوي. وتمر الايام والست ديت تتعب وتسمع انه في انسان كويس قوي بيصلي لكل الناس المرضى والله بيتمجد وبيشفيهم. فقررت انها تروح تزور الراجل المؤمن دوت. ولما راحت علشان تشوفه لقت انه هو كان الانسان ده كان عادل. والراجل اول ما شافها عادل ده اول ما شافها بكى وقالها يا ماما انتي مش عارفاني، انا عادل، انا ابنك اللي انتي سمحتيه مرة واثنين وثلاثة، انا ابنك اللي انتي كنت السبب في تغيير قلبه. لما خرجت من البيت عندك انا بكيت بالدموع وصليت انه الله يديني قلب جديد، قلب زي قلبك بيغفر وبيحب كل الناس، قلب فعلا بيشعر بالناس التانية وفارق معاه قوي ان هو يجيبهم تاني للرب. عشان كده أنا النهاردة مهما صليت علشانك ومهما عملت مش هوفي ديون اللي عليا. الأسرة ديت كانت أسرة سعيدة جدا 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 برجوع عادل مرة تاني للرب. إحنا كمان الله عايز يشتغل في قلوبنا، ممكن يستخدم ناس تانية حوالينا علشان ترجعنا، بس المهم إن أنت من جوه قلبك يبقى فارق معاك إن أنت مرة تاني ترجع للرب. ونصلي ونقول له يا رب اخلق فيا قلب جديد. الترنيمة بتاعتنا التانية بتقول ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك، ربي ارسلني لأعمل في كرمك. أنا عايز يا رب أشتغل في المكان اللي أنت عايزني فيه. يا رب كل العيون طاقت والقلوب دابت والعقول حارت، لأن في كل لحظة حبها بيقول يا رب أنت إنسان عظيم، يا رب أنت كل حاجة في الطبيعة دي بتشهد بحبك. تعالوا نسمع الترنيمة سوا. في سفر حزقيال بيقول انه اذا الشرير جه وتاب عن كل افعاله وكل الاثم اللي كان بيعمله قبل كده وقرر ان هو فعلا هيتوب وهيبقى انسان جديد، فالله بيغفر له كل خطايا اللي فاتت. وعد حلو قوي لكل انسان شرير،
يقرر ان هو فعلا خطاياه اللي فاتت بتؤرقه جدا ومضايقاه قوي ومش عايز يكمل فيها، الله بيقول انه هيغفر كل الذنوب ديت. وعدد 30 لما بيتكلم حزقيال في حزقيال 18:30 بيقول توبوا وارجعوا عن ذنوبكم علشان لا تهلكوا. وعد حلو قوي، لو احنا فعلا مش عايزين نهلك، لو احنا فعلا فارق معانا قوي ان احنا نكون مع الرب فوق وعايشين الحياة الابدية حلو قوي معاه، فاحنا النهاردة وقت مقبول، لازم نتوب عن كل خطايانا اللي فاتت، لازم نحزن على الخطية اللي فاتت ونرجع نقول له يا رب اخلق فيا قلب جديد. قلب جديد يعني معناها انا خلاص مش عايزة الماضي دوت يقرقني مرة تاني، انا فارق معايا قوي ان انا اشيل كل القلب بكل الوحاشة اللي فيه، الخطية اللي فيه وكل الخلايا الميتة اللي فيه، وأقول للدكتور خش ازرع جوايا قلب جديد نظيف نظيف وطاهر ونقي جدا، قلب كأنه لسه قلب بيبي ما فيهوش غلطة واحدة. الله بيكون مبسوط قوي لما بنرجع عن خطايانا ونبتدي نطلب منه قلب جديد، وبيبقى مجهز لنا بركات كتيرة قوي. كل اللي علينا ان احنا نستلم البركة دي ونستخدمها ونبتدي نشاركها مع الناس التانية. الانسان اللي بيتوب عن خطاياه وبيبتدي يعيش بفرح، الله بيعوضه عن كل اللي فات، زي ما شفنا في قصة عادل، الله عوضه بحاجات كتيرة حلوة قوي وخلاه يستخدمه علشان يكون سبب بركة لناس كتيرة قوي. الولد ده قد معانا في حياته قبل كده، لكن الله كان مجهز له بركة كبيرة جدا، وعشان كده ربنا النهاردة بيقول لنا توبوا ارجعوا عن الخطايا اللي فاتت وانا هديكم قلب جديد، قلب نقي نظيف جدا ما فيهوش اي حاجة تتعلق بالماضي. هو ده الوعد بتاعنا النهاردة، انه لو توبنا ورجعنا الله هيدينا قلب جديد. اخر ترنيمة معانا النهاردة بتقول يا رب انت معانا، انت خالق الكون ماسك ايدي وبتقول لي عدي ده طريقك مضمون. ترنيمة حلوة قوي، عايزاكوا تركزوا قوي في الكلمة دي، ماسك ايدي وبيقول لي عدي انت طريقك مضمون. نسمع الترنيمة ونرجع نشوف الوعد بتاعنا. يمكن الريح تعاند وما ترضى ترسينا، يمكن الموجة تعلى والمية تغطينا، يمكن الريح تعاند وما ترضى ترسينا، يمكن الموجة تعلى والمية توصلنا المينا، يمكن في ظلام الليل الخوف يملعنينا، يمكن خبرات السنين ما توصلنا المينا، يمكن في ظلام الليل الخوف يملعنينا، ماسك يدي
يا ريت تكون صلاتنا النهاردة ونقول له يا رب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. هي دي الصلاة اللي لازم نصليها النهاردة، نقول يا رب ادينا قلب جديد وروح مستقيمة، جدد يا رب كل حاجة جوايا علشان أكون ابن ليك، علشان أكون زي ما أنت عايز. الوعد النهاردة إنه الله هيدينا قلب جديد، هيعوضنا عن كل الماضي اللي فات. مجرد بس إن أنا آجي وأقول يا رب أنا حزين على اللي فات وعايز اللي جاي يكون معاك أنت وبس. لو فعلا اختبرتوا الوعد الحلو دوت وحسيتوا انه الله غير حياتكم تماما زي ما غير حياة عادل، تعالوا وشاركوا الوعد دوت مع كل اصحابكم، وبعتولنا في الايميلات الوعد الاختبار اللي انتوا اختبرتوه، واطلبوا مننا ان احنا نشاركه مع الناس التانية علشان الله يتمجد اكتر واكتر. وده كان الوعد بتاعنا النهاردة، وأتمنى أن كل واحد فيكم يكون بيصلي فعلا وبيقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. مبسوطة كنت معاكم النهاردة، ربنا معاكم ويبارك حياتكم، واشوفكم بكرة ووعد جديد.